مفهوم المعارضة هو أن أكون أحيانا حادا وعنيفا، أم أن المعارضة الحقيقية هي التي تأتي تترافع على القضايا الأساسية للشعب في مجالات كثيرة وعديدة، وأن تكون هذه المعارضة هي معارضة التي تقدم البدائل والمقترحات. حزب الاستقلال بعد مؤتمر 17 اختار نهجا جديدا في ممارسة المعارضة. أولا انطلاقا من الشعار المعارضة الاستقلالية الوطنية، هي بين قوسين هي المعارضة الاستقلالية الوطنية المستقلة حتى على بعض المعارضات ربما قد تكون في هذا المجلس. هذا كتوجه، بمعنى حزب الاستقلال بتاريخه وما ركبه من تجارب يعني في المعارضة، لأن هناك الكثير الذي ينعي حزب الاستقلال بأنه كان في جميع الحكومات. لا، حزب الاستقلال لم يسير إلا حكومة واحدة ولمدة 4 سنوات، هي حكومة عباس الفاسي فقط. أما الحكومة اللي كانت فقط حزب الاستقلال كان مشارك بفئتين بعدد قليل جدا. على كل المعارضة الاستقلالية اللي اختارها حزب الاستقلال هي المعارضة اللي كتقدم البدائل. سهل جدا نجي للبرلمان كل 2 وكل 3 ونغوت ونوقف الجلسة ونصيح وكذا يعني بشكل صاخب من أجل يعني لفت النظر ديال المشاهدين، سهل جدا، ولكن النتيجة لا شيء. فلذلك المعارضة هي التي تقدم أولا اللي كترصد اختلالات الحكومة العمل الحكومي، وثانيا هي التي تقدم الحلول للمشاكل يعني ديال الشعب المغربي. مثلا كان مجموعة من مجالات، كان مجموعة من القطاعات اللي أسبوعيا حزب الاستقلال من خلال البرلمان خلال المراقبة دياله الأسئلة الشفهية أنه كان رصدوا فيها المشاكل ديال الوطن هذا في قطاعات مختلفة. ولكن ليس بالضروري يعني أن نساهم يعني بأن أن يعني أن نمارسها بأسلوب يعني حاد. إحنا عندنا الاقتراحات، يعني عندنا البدائل، يعني هذا هو يعني التوجه الذي اختاره أو حزب الاستقلال بقيادته بعد المؤتمر 17، هي المعارضة الهادئة المسؤولة المستقلة التي تقدم البدائل وليس فقط رصد الاختلالات. رصد الاختلالات سهل جدا، جميع المغاربة كيرصدوا الاختلالات، ولكن ما الحل؟ حزب الاستقلال لديه من الحلول فيمارس المعارضة من أجل تقديم الحلول، وقد عبرنا عنها في أكثر، وآخرها المذكرة التي وجهناها إلى رئيس حكومة للأسف الذي لم يهتم بها كثيرا، وإن كان اهتمامه يعني ضيق، ولكن هكذا بهذه العقلية تشتغل الحكومة، يعني لا تريد التواصل ولا تريد الانفتاح ولا على الانفتاح حتى على الملاحظات وعلى يعني القناعات للكيانات الأخرى. فإحنا وجهناها بشكل علمي دقيق مدروس من أجل حل المشاكل ديال المغاربة، ولكنها للأسف لم تجد. هذه هي المعارضة التي اقترحها حزب الاستقلال، هي المعارضة الهادئة، هي المعارضة البناءة، هي المعارضة التي تقدم البدائل للمشاكل التي ترصدها. احنا درنا مؤتمر 17 بتوافق الجميع بما فيهم الحاج حمدي والدرج، وانا كنت رئيسا للمؤتمر. حمدي ولد رشيد عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ولكن هناك من يروج هذه اللغة من أجل استهداف الحزب. الحاج حمدي إضافة يشكل إضافة قوية للحزب، هذه تقريبا 20 سنة من بعد التحاقه، ولا هو ولا بعض الملتحقين من أحزاب أخرى وكما بقاوش دابا واش اللي عنده 20 سنة تقولوا مازال جديد، ولكن الحاج حمدي أنه عنده فريق عمل، هذا توج بنتائج مهمة جدا في الجنوب، جوج الجهات عند الحزب هي جهة العيون داخلة
جميع الجماعات البلديات يسيرها الحزب، الغرف يسيرها الحزب رغم المعارك الشرسة التي كانت مع أحزاب أخرى. إذن فاللي يبغى يفرض رأسه يفرض رأسه بالعمل، ولكن على المستوى الحزبي جميع القرارات الحزبية يعني يتم تداول فيها داخل اللجنة التنفيذية ومؤسسات الحزب. إذن فهذا الكلام ديال الحاج حمدي والتيار الحاج حمدي، عند الحاج حمدي تيار واحد عندنا، وتيار ديال حزب استقلال ديال قيادة واحدة، نجتمع أسبوعيا نتداول في أمور ونصدر قرارات بالإجماع، ما فيهش لا الحاج حمدي، ولكن الحاج حمدي عنده فريق عمل يشتغل، ونحن طبيعة الحال نصفق له، ونتمنى للحزب أن يشتغل بنفس الوتيرة التي يشتغل بها في الجنوب، وهي قدم إضافات كبيرة للحزب، ونتمنى إن شاء الله أنه الجهات الأخرى أن تشتغل وكذا. أما بالنسبة للتيار الخشابات وكذا، أنه كل شيء كان عندنا جمهور، عندنا مجلس وطني، كل شيء حاضر، ما عندناش شرخ، وهما راضين بالنتيجة لأنه ما كانوش حتى هما ترشحوا، وكان اللي ترشح وكذا. الديمقراطية هكذا، لأنه وقعت التحالفات، وقعت هذا طبيعي جدا في الديمقراطيات، وحزب الاستقلال كان سباقا إلى التأسيس لهذه الديمقراطيات. الديمقراطيات أعطت قيادة جديدة بدون مناضلين اللي هما بحال عبد القادر الكيحل ولا عادل بن حمزة ولا كثير، يعني اللي هو لا زالوا يشتغلون في مواقعهم كمناضلين، ولكن الأيام المؤتمرة أيام قادمة إن شاء الله، ولكن ما عندناش خلاف، ما عندناش توتر، ما عندناش كذا. الحزب هادئ ومتحد وموحد، ويشتغل بوتيرة واحدة وعقلية واحدة. لا 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 لا، حميد شابت أولا لا زال بالرمان، يعني فعلا أنه تخلف عن بعض القدر، ربما لأسباب صحية، لأسباب صحية، وهو في تواصل واتصال دائم معنا. يعني حميد شعبات هذا طبيعي، لأنه ما عندوش موقع في اللجنة التنفيذية، ما عندوش، يعني فطبيعي جدا هو أن يتفرغ لصحته وهو في فترة نقاء، ونتمنى أن يعود بطبيعة الحال قريبا للاستمرار في عمله إن شاء الله. الحزب هو يستقطب، هو مش فقط ليش الحزب لا يستقطب، وهو الإقبال على حزب استقلال في ظل هذا التوتر الحاصل، وفي هذا التراجع اللي وقعت في العمل السياسي ديال الأحزاب الأخرى، وخاصة الأحزاب المكونة للحكومة، فهناك إقبال كبير لم نعلن عنها، ماشي فقط بنهيمة، كاين بنهيمات وكاين كثير إن شاء الله، غادي يكونوا إن شاء الله أكثر. كنا يعني الحزب راه دائما يستقبل في مركزه وفي فروعه مجموعة من الشخصيات ومن أحزاب أخرى، لأنهم مقتنعون بأنه الأصل هو الأصل، الأصل هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن الحزب الاستقلال هو الأصل، وأنه لا يتغير، وأنه الحزب المنظم ومهيكل، هو حزب المؤسسات، هو مش حزب الأشخاص. إذن فأصبح جميع المغاربة وخاصة من الأطر العليا تقتنع يعني ببرنامج الحزب وبطريقة عمل الحزب، فنرحب بالجميع من الأشخاص اللي هما نضاف يمكن يقدموا إضافة لحزب الاستقلال. الانتخابات المقبلة مازال بقى لها تقريبا سنتين ثلاث سنوات تقريبا، ولكن الحزب يشتغل لهذه الانتخابات. أولا الاشتغال ديالنا الآن نجدد هياكلنا، تجديد الفروع، تجديد منظمة الموازية، وكذلك اعتماد إصلاح ذات البين، أنه المؤتمر مش المؤتمر حتى الانتخابات والمؤتمر كان خلف بعض التوترات في الأقاليم، والحزب الآن أسبوعيا يشتغل، يصف جهة من الجهات وينتقل الجهات لجمع الشمل والانطلاق في عمل مشترك من أجل ظفر إن شاء الله بانتخابات باستحقاقات 2021، وهو نستحقه ونستحقه أكثر. هو أنا أشتغل من أجل أن تحضر، نحن ضد فكرة ديال التحضير القبلي، التحضير القبلي، من يحضر؟ أرى كاين الدستور، أن الدستور يجب أن نحتكم إليه، ولكن التحضير بالنتائج،
وأنه أي الآن الدستور حسن في هذه الأمور كلها، أنه التحضير وأنه تولي المهمات الكبرى بالدستور. الانتخابات من الحزب الذي يتصدر، ما عدا إذا طرأ أي تغيير، ولكن أعتقد هو يعني التبوء المرتبة الأولى هي المؤهلة للاستحقاقات يعني لهذه المسؤولية وخاصة رئاسة الحكومة. إذن فإحنا كنشتغلوا من هذا المنطق، وأننا كنجمعوا كنهيكلوا صفوفنا وكنجدوا الهياكل ديالنا والمنظمات الموازية ديالنا من أجل الوصول إلى النتيجة الأولى في 2021. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.